ما هو علاج جلد الذات والشعور بالذنب بشكل مستمر؟ والله الإنسان لما يكون بيلوم نفسه، لكن لومه لنفسه ده بيجعله يجتهد أكتر، فده يشجع، ودي النفس اللوامة التي إيه تدفع الإنسان للأمام باستمرار. لكن لو وصل لمرحلة إن هو بيلوم نفسه لدرجة إن هو يحبط ويترك العمل بالكلية، يبقى انتقل إلى مرض وجب علاجه، يبقى ده نوع من الاكتئاب، فعليه إنه يعالجه، إما يعالجه بالأدوية لو امتنع من النوم، لو منعه من النوم كمان، يبقى ساعتها محتاج يروح لدكتور أمراض نفسية. لكن لو نومه منتظم وزايد شوية، عليه بذكر الله وصحبة الصالحين، يقوم إيه يتعالج معاه بسرعة. يبقى إمتى تروح لدكتور الأمراض النفسية؟ لو جلد النفس عندك زاد إلى حد منعك من أنك أنت تبقى حياتك مثمرة وتؤدي نشاطك المعتاد، ومنعك من النوم العميق، ساعتها احجز في عيادة أمراض نفسية، لأنه ده تغير في المخ كيماوي يحتاج تاخد علاج 6 شهور لحد ما يزبط لك مخك. طب أنا عندي جلد ذات لكن إيه منعني من نشاطي، لكن نومي منتظم، يبقى الحالة دي أصحب الصالحين وأقعد في مجالس الذكر وأزور الأولياء، هتبص لي يجي لي همة. فهمت بقى ازاي؟ طب انا عندي جلد ذات لكن ما منعنيش من مزاولة نشاطي في حياتي ونومي منتظم، يبقى ده حلو، خليه معاك، لانه ده هيدفعك للتقدم باستمرار، ودي النفس اللوامة اللي ربنا اقسم عليه. هل الشخص الذي لديه اكتئاب ولا يستطيع القيام بالصلوات الخمس عليه ذنب؟ او شوف المريض ليس عليه حرج، والمرض على حسب برضو ايه شدته. في أمراض بتفقد الإنسان إدراكه بالوقت، زي الألزهايمر مثلا، واضح كلنا عارفين الألزهايمر يفقد إدراكه بالوقت وبالأشخاص حتى وبالأماكن، يبقى قاعد مع ابنه وابنه ده اسمه محمد، يقول له هو فين محمد ده؟ الواد ده ما بقالي كتير ما شفته، هو بيقول لمحمد الكلام ده، ده فقد حتى إدراكه بالأشخاص. فهمت بقى إزاي؟ يبقى ده سيبه براح، من ميدن الأدان، لو هو قام اتوضى وصلى سيبه، ما قامش مالكش دعوة بيه، لأنه ما عندوش إدراك للوقت. فهمت؟ أنا جدي قبل ما يموت بحوالي سنة، الله يرحمه، جدي أبو أمي، وصل 86 سنة، وهو طول عمره راجل يصلي ومحافظ على صلاته، وما كانش يخرج من فمه الكلمة العيب أبدا، حتى لما كان ولاده حد فيهم مثلا يعمل حاجة وحشة، يوم ما ينادي يقول له يا أستاذ يا مؤدب، يا ست يا مؤدبة، أقصى شتيمة عنده يقول له يا مؤدب، يبقى كده بيشتمه، يعني كأنه بيقول له قليل الأدب. فهمت؟ فكان راجل طيب الله يرحمه، جدي حسين منفلوطي، ومن منفلوط وقريب المنفلوطي الأديب، وهم أشراف حسينيين. المهم جدي حسين ده اللي هو أبو أمي، لما وصل سن 86 سنة، طول ما هو صاحي رايح يتوضى ويصلي، رايح يتوضى ويصلي، بتعمل ايه؟ اصل الظهر ادن، ويقول لك الكلام ده 9 الصبح، نقول له لا ما ادنش الساعة 9، لا لا يا ابني ده انا سامع الصوت، لا ما يصدقناش، يروح داخل برضو يتوضى وفرش السجارة، انا صلاة الظهر 10 الصبح. وبعد شوية تبص تلاقيه ساعة كده يروح رايح يتوضى تاني، ما صليتش الظهر، الظهر ادن وصل، نسي انه صلى. فضل كده السنة الأخيرة قبل ما يموت بالطريقة دي، تحاول تكلمه ما تعرف، وطول النهار نشاطه كله داخل يصلي ونسي يصلي، فهيصلي تاني. ده ملوش دعوة، ده أنت مالكش دعوة بيه بقى، ده سيبه الرب بقى، لأنه فقد إدراكه بالزمن وبالتالي فقد تكليفه، فما ترهقوش. فهم؟ ما ترهقوش وتقعد تجادل معاه كتير، سيبه براحته. فهمت بقى؟ في بعض امراض الاكتئاب شديد قوي لدرجه انه يجيله قبضه، لدرجه مش قادر حتى يقوم السرير يدخل حمام، على قدر شدته ربنا مطلع عليه، فلو فاتك الصلوات واخد بالك، لكن طالما مدرك الوقت عليك قضاءه، لكن لو فقدت ادراكك للوقت لا يجب عليك قضاءه. يعني واحد جاله الحاله اللي حكيت لك على دي الالزهايمر دي لمده شهر في حياته، وفاق بعد كده رجع كويس ذاكرته، معلوش قضاء الايه صلوات الجهر ده، لانه كان في الفتره دي غير مكلف، فليس عليه القضاء. واضح؟ لكن هو ما عندوش، عنده ادراك بالوقت لكن ما كانش عنده قدره، عنده عجز نفسي، مش قادر يقوم يصلي، عجز نفسي،
مش قادر يصوم رمضان مش لما يفوق منها بقى عليه قضاء رمضان وقضاء الصلاة. يبقى امتى نقول له اقضي وامتى ما تقضيش؟ لو كان في غيبوبة روحية إدراكية يبقى ليس عليه القضاء، راحت عليه نومه يقوم يصلي، لأن النائم رفع عنه القلم حتى يستيقظ. كويس. والإنسان بقدر إمكانه يجتهد وربنا يعفو عن كثير. إيه معنى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يعني لا تستعجل، والكلام ده كان في عصر الصحابة، معناه عدم استعجال معرفة الأحكام فيما سكت عنه الشرع حتى لا تكسر التحريم والأحكام. فهمت؟ لأن لو سألوا النبي كتير فالنبي كل ما هيجاوبهم هيتكسر الأحكام عليهم، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إيه؟ ذروني ما تركتكم، يعني متسألين في الحاجات اللي أنا سكت عنها، ما تركتكم عفو، كأن ربنا إيه؟ يعني لأن لا تحريم ولا وجوب إلا بنص، فلو ما فيش نص يبقى خلاص ما تعلقش بحكم، يبقى أنت كده بريء الذمة. فاهم؟ لكن لما تسأل في كل حاجة بقى تكتر الأحكام. هيقول لك كل شوية زي أنتوا كده، هديكم مثال، أنتوا كنتوا زمان من حوالي سنة بتصلوا الجمعة وخلاص وتقعد تختم الصلاة، صح؟ سألتوني هل الجمعة تسقط الظهر أم لا؟ الحكم ده انتوا ما كنتوش تعرفوه وانا ما علمتوكوش، انا كنت بعمله مع نفسي لان انا عارف الحكم، لكن لانه امر خلافي ما رضيتش اعلمكم، لان في برضه مذاهب بتقول ان الجمعه تسقط الظهر مطلقا. فلما انتوا سالتوني جرى لكم ايه؟ بقيتوا تصلوا الظهر مع الجمعه. شفت بقى، جبت لنفسك احكام زياده، صح ولا لا؟ فاسكت احسن، ما تكترش السؤال. زي برضو ايه قصة البقرة، سيدنا موسى قال لهم اذبحوا بقر عشان قتلوا قتيل ومش عايزين يعترفوا مين القاتل. فقام سيدنا موسى لما جات له القضية دي ان في قتيل من بني اسرائيل مقتول ومش عارفين مين قاتله، فقال لهم اذبحوا بقرة. طب ايه علاقة ذبح البقرة قبل ما يعرفوا؟ فقالوا اتتخذون هزوة، يعني انت بتهزر معي، شوف قلة الادب. وهو الهدف ان يجيبوا بقرة يذبحوها وربنا يضرب البقرة الميتة بالميت يوم يحيي كمعجزة ليه، يوم الميت يعترف ويقول مين اللي قتله. فهمت؟ لكن هم تلككوا، قالوا له انت ايه بتهزر معنا هتتخذونه هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، ده نبي مرسل. طب قالوا طب ادم بقى كده، طب قول لنا وصفها. ابتدوا بقى يسألوا في اسئلة وراء اسئلة، طب قول لنا لونها، طب ما انت لو جبت اي بقرة ساعتها اتحلت المشكلة. لا، قعدوا يسألوا ضيقوا على نفسهم لحد ما بقى الحكم متعلق ببقرة معينة متعين. فلما راحوا يجيبوها صاحبها ما رضاش يشتريها الا بوزنها ذهب. طب ما انتوا كنتوا جبتوا بقرة من السوق وخلاص باي مبلغ بسيط وكنتوا سمعتوا الكلام. فلما سألوا كتير حصل ايه؟ ساءهم وكلفهم. وعشان كده شوف اول سوره تلاقيها بعد الفتحه سوره البقره، وتلاقي قصه البقره دي موجوده في اوائل سوره البقره عشان ما تبقاش بهذا التعنت وتكسر من الاسئله فتكسر عليك الاحكام فتعجز. فهمت؟ لكن لما ربنا يريد ان هو يبين حكم هينزله لك في القران او هيجي على لسان الحبيب، انت مش هتستفتح على الله يعني. فهمت بقى ازاي؟ ما تستفتحش على الله، الله لا ينسى شيء يعني، مش هتفكره يعني. فهمت؟ وسبب نزول الآية برضو ان واحد كان ايه مشكوك في ابيه، هل ابوه هو ده ابوه ولا مش ابوه، شاكين في نسبه يعني. فايه راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من ابي؟ فقال له ابوك فلان اللي هو مش ابوه. طب انت سألت وسيئة كنت خليك مستور وخلصت. فهمت؟ فنزلت الآيات في مثل هذه الأشياء. يبقى ايه لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم ايه تسؤكم، يعني لو ظهرت احيانا الواحد لما يقعد ينقب على حاجات كتيرة خافية عنه يسمع خبر يسيئه، صح ولا لا؟ فتغافل احسن تقوم ايه تعيش مستور وحلو ومش متضايق من حد. لكن لا، انت عايز تنقب وتنقب وتنقب وتتجسس لحد ما تعرف
الحقيقة اللي حتسوقك. طب ما انت من غير ما تعرفها كنت عايش مستريح، لما عرفتها تعبت، كنت سبتها مستورة وتغافل عنها، وربنا يسترك وخلصنا. فهمت؟ فدي الاداب يعني المطلوبة من المسلم. واحدة عايشة مع جوزها في امان الله، جوزها بيصرف عليها بيعملها معاملة كويسة، لكن يعني مش بيحبها حب شديد، بس بيحبها مش من قلبه، بيحبها من عقله، ما دخلتش قلبه، لكن هو شايف ان هي ست طيبة وبتربي له العيال وست امينة، فهو بيحسن ليها. تقوم تقعد بقى تقرره، انت بتحبني من قلبك ولا ما بتحبنيش من قلبك، وتحلفه بالله وايمانات المسلمين. طب ما انت عايشة مع سعيد والراجل بيعملك كويس، لازم يقولك يعني والله انا بحبك بعقلي مش بحبك بقلبي، يعني حب العقل مصلحة. فهمت ازاي؟ لكن حب القلب من غير مصلحة، حب القلب اعلى، لان انت لما تحب حد من قلبك حتى لو ما فيش مصلحة بينك ومن بتحبه، لكن الحب اللي بالعقل مصلحة، بتربي لي العيال، بتخدميني، بتوضبي لي البيت، وست امينة وعمل لي بيت مريح، فانا بحبك لان انا مش عايز ايه بحياتي غير مرتبة، فده حب بالعقل. خليها مستورة، لازم تقولين انت بتحبني من قلبك ولا لا، ما حاجة انك كتي على نفسك. يوم يقول لا انا بحبك حب مصلحة، تقوم تقول له طلقني، طب ما انت كنت عايشة كويس، تغافلي احسن. فهمت بقى ازاي؟ نفس الحكاية، مراتك عندها واتساب، مفيش داعي انك انت تروح يدخل بالباسورد بتاع التليفون بتاعه وهي نايمة وتشوف الواتساب هي بتكلم مين، تنكد على نفسك، ما كنت مش عارف. ما هي برضو لو عملت كده فيك هتتنكد برضو، هتلاقيك برضو انت بتكلم ايه ستات من بعيد لبعيد. فخلي الطبق مستور، وخلي ماشي حياتك يا عم، وتغافل، ما تنقبش على كل شيء، طول ما انت ساتر للعباد ربنا يسترك. فهمت؟ لكن ما تنقبش وتحاول تفضح العباد. فهمت المسألة؟ فالآية دي جميلة، سلوك في الحياة كويس.